وتأمل الحكمة أنه في الركوع تقول سبحان ربي العظيم لأن الهيئة هيئة تعظيم، في السجود تقول سبحان ربي الأعلى لأن الهيئة هيئة نزول. فالإنسان نزل أعلى ما في جسده وهو الوجه إلى أسفل ما في جسده وهو القدمين، فترى في السجود أن الجبهة والقدمين في مكان واحد، في مكان واحد، وهذا غاية ما يكون من التنزيل. ولهذا قال، ولهذا تقول سبحان ربي الأعلى، أي أنزه ربي الأعلى الذي هو فوق كل شيء عن كل سفل ونزول. أما أنا فأنا منزل رأس وأشرف أعضائي إلى محل القدمين، مداس القدمين، فتقول سبحان ربي الأعلى، تكررها ما شاء الله ثلاثا أو أكثر حسب الحال،